هنا بحر وقوارب صيد وصيادون، لكن هذه المدينة تشهد شحاً غير مسبوق في صيد الأسماك. فمدينة عدن لم تعد تعتمد على وجبة السمك كمكون رئيسي في البيت العدني. وأكثر ما يثير تساؤل المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن هو كيف لمدينة ساحلية أن تخلو أسواقها من الأنواع المختلفة للأحياء البحرية؟ فبينما تسخر بحارها بالثروة السمكية، يفتقر سكانها لمذاقه. كل حاجة تصدر كل شيء لبرا، ماشي حاجة يعني حقنا نفوسنا ما نقدرش يعني نبيعه بسعر رخيص، كل هذا الصيد لنا نقدر نبيعه يعني برخص الثمن. حقنا نبيعه برخص الثمن، بس ما فيش. أول شيء البترول، ثاني شيء الناس السود برودة، وده السبب. هذا سوق صيرة الشهير، والزائر للسوق يلاحظ شحة في الأنواع التي تعرض، وللأمر تبعات أكثر إرهاقاً على المواطنين. فأسعار الأسماك في ارتفاع مستمر، لا تستطيع الكثير من الأسر شراء وجبة معتبرة على الرغم من أنه واحد من أهم الأغذية. آخر مرة أكلت سمك في حدود سنة، أطلب من الجهات المعنية أن تخفض الأسعار الأسماك. يعتبر السمك صنفاً أساسياً في المائدة العدنية، لكنه مؤخراً أصبح كوجبة رسمية تقدم في المناسبات. فاستبدلت العائلات العدنية أطباق الصيادية والمطفاية بطبخة صانونة خالية من السمك، وهي ما تعرف في عدن بصانونة الهواء. المعروف على محافظة عدن أنها مشهورة من زمان بأكلات الأسماك، الأكلات البحرية بشكل عام، مختلفة الأشكال والألوان. وزمان كان سعر الأسماك سعرها طبعاً في متناول اليد، لكن بالمقابل في السنوات الأخيرة هذه حصل ارتفاع جنوني في الأسماك. نحن طبعاً كمواطنين نعرف أنه في شركات أجنبية هي اللي تهرب الصيد إلى الخارج وتدخل إلى أعماق البحار تأخذ الصيد يعني من المزارع وتسوقه طبعاً على حساب المواطن اليمني. من كل جانب تطوق سلسلة الأزمات المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما جعل من البعض يردد هنا ليس البر وحده مصدراً للمعاناة، بل البحر أيضاً. بالرغم من أن مدينة عدن تربط بين بحر العرب والبحر الأحمر عبر مضيق باب المندب، إلا أن أسواقها تعاني من شحة في الأنواع المعروضة للأسماك، والقليل القليل مما هو معروض لا يستطيع المواطنون شراءه بسبب سعر الأسماك المرتفع، مما يثير تساؤل المواطنين عن سبب ذلك في مدينة تعتبر بحارها غنية بالثروة السمكية. حنين جمال، بلقيس، عدن.